هو احنا فين حقنا كمصريين في الكرة في مصر؟ انا ليه بعمل برنامج عن الكرة العالمية مش الكرة في مصر؟ بصفة ان انا مصري يعني؟ احنا ليه كلنا بقى عندنا فريق اجنبي بنشجعه ومعظمنا بقى بيحب فرقته الاجنبية زي المصرية لو ما كانش اكتر؟ الحقيقة انا بشجع الاهلي وبرشلونة، انا الزمالك والملكي مدريد، حضرتك انا بشجع الاسماعيلي والزمالك ومانشستر وليفربول بس عشان صلاح. مفيش حد بره عايش في مانشستر او في ليستر سيتي بيشجع نادي غير ليستر مثلا، مفيش مثلا حد ساكن في برشلونه هيشجع برشلونه ويوفنتوس، ما بتلاقيهاش دي. هو كل مواطن بيشجع نادي، بس العيب مش علينا. عشان كده انا مسمي الحلقه دي اكتشاف رياضه جديده في مصر، لان اللي بيحصل ده يا جماعه مش كوره تماما. ما ينفعش مثلا ابقى انا طفل وطالع بتفرج على الكوره بره والكوره هنا وبابا يجي يقول لي ان دي كوره ودي كوره، الواد هيجيله تخلف يعني مش هيفهم ازاي. يعني يا بابا انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ فده مش مسؤوليتنا. واقول لك على حاجه، ولا مسؤوليه اللعيبه، متفق معاك انهم مش احسن لعيبه في الدنيا، بس والله العظيم لعبتنا كويسين. بتشوفهم في المنتخب لما بيروحوا في اسوء حالاتهم بيوصلوا لنهائي امم افريقيا، وشفتهم طلعوا من كاس العالم من الدوري العقيم ده. تقديم الدوري او صورته هي اللي مخليهم ظاهرين بالوحاشه دي. اتفرجت على لعبتنا لما بتلعب السوبر في الامارات؟ شفت اللي هي بيبقى شكلها عامل ازاي؟ وانا بقول لك التصوير الاماراتي مش الانجليزي ولا الاسباني. الماتش بيبقى ممتع ازاي لمجرد تاتش نظافه. شفت مثلا المصري كان عامل ازاي؟ المصري كان شبه العيال بتاع ويست هام كده. اللعيبه بتاعتنا لما ظهرت على اتش دي اللي بجد بقى، وهو عيني بيتحرك والدنيا سلو موشن، مش الاتش دي اللي عندنا اللي كمان بيزلونا بيه. احنا جبنا الكاميرات الاتش دي عشان ابقى صريح، بس المشكله ان لما جبنا الكاميرات الاتش دي بينت الوساخه اكتر. فيا ريت نرجع الكاميرات القديمه تنضفوا ونرجع الكاميرات الاتش دي تاني. مفيش اي عنصر يخلي الدوري المصري دوري محترفين. ابسط سؤال ممكن نساله، ليه لوجو الدوري المصري ما بقاش موجود على تيشيرتات اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المصري؟ ليه على الدكه دايما بنشوف اكنها حفله تنكريه، اللي لابس بامبي واللي لابس فوشيا واللي لابس اصفر؟ ليه مفيش ام احترام للدوري ده؟ يعني ايه لحد دلوقتي في فرق في الدوري المصري مش بتكتب اسم اللعيبه على التيشيرت بتاعته؟ باشا انت معدي ازاي اصلا واعترف بيك كدوري؟ يعني الموضوع ده انتهى بره. لو رحت كينيا هتلاقي التيشيرتات بتاعت اللعيبه مكتوب اسمهم. الملاعب بقى، يعني الملاعب تيجي تدخل بقى الملعب بره هتلاقي التيكت برقم وكرسي حضرتك اكنك داخل سينما في اي بي، يعني حاجه منتهى الاحترام. في كشك كده هتلاقيه تشرب منه حاجه ساقعه، حاجه سخنه، تاكل سندوتش هوت دوج. هنا عشان تروح الاستاد في مصر تحس انك رايح شقاء. مفيش حد في العالم بيروح الاستاد قبلها بسبع ساعات، وانت داخل مثلا تلاقي ايه حد بيضربك على قفاك على طول، خش يلا خش يلا، تحس ان احنا خرفان داخلين الملعب. لا والنظام بقى حبكت جوه، يقولك اصل ممنوع ازايز الميه، فيديك بق ميه كده بيتباع جوه، حاجه قذره جدا. هو انا ليه حاسس ان انا بتفرج على كل حاجه متقلده من بره وحش؟ احنا جايين لنا كره صيني ولا ايه؟ استوديوهات التحليل شكلها تقليد مش نظيف كده. الحقيقه عشان ما بقاش باكل حق حد، الوحيدين اللي حاولوا يجيبوا شكل من بره ويجددوا الاستديوهات هم اون سبورت، فبرافو. بس برضه نفس السبع ساعات تحليل، وبنقرا المسجات من على اللابتوب في ساعه، بنحبك يا استاذ مروانسي، شكرا يا ابراهيم صديق البرنامج. ونكلم بقى رئيس النادي يقعد يشتم لنا في التليفون في لعيبته وفي المجتمع كله، حاجه يعني قرف. بصوا بره يا ريت بيعملوا ايه، هو احنا قلدناهم في الديكور بس؟ بره مثلا تتفرج تلاقي حظك جه كده في عصام الشوالي يتكلم لك عن روما، يقوم متكلم بالايطالي ويجيب لك تاريخ روما ويقول شعر عليهم. برشلونه بتلعب يقوم متكلم اسباني وشارح لك قايل لك ام ميسي كانت بتقول عليه ايه في اول ماتش يلعبه. غير التناسق في الكلام ورا بعض، فاهمين تكتيك يشرح لك وانت بتتفرج يعلمك. تيجي حظك بقى تقلب على الدوري المصري تلاقي واحد بيقول لك اذا رايته ان يبول ليسوم فلا تظنن انه يبتسم. حسيتها ازاي؟ يعني جات لك ازاي وانت بتقولها؟ بعد الماتشات بره هتلاقي اللعيبه عارفه هي بتقف ورا اليافطه دي بيتكلم مع المراسل ده لمده دقيقتين، بعدها المدرب بيخش في اوضه شيك جدا يتكلم مع الصحفيين على كرسي شيك جدا، المايكات متحضره، الاسئله متحضره، 10 دقائق وبيخلع بشياكه. ليه احنا بقى عندنا بعد الماتش هرجله سوق الجمعه؟ بعد الجمهور بينزل يجري والناس بتتشقلب في الملعب واللعيبه بتهرب من ورا وبتخش في حواري والمراسل تلاقيه متشعبط في اللعيب وعايز ياخد منه لقاء. انا شفت مره مدرب المراسل بيحاول ياخد منه لقاء قام ضربه في البوكس ببطنه، قال له مش هتكلم
مش عايز اتكلم. ليه العنف ده؟ يعني ليه؟ ليه المراسل مضطر قوي كده يجيب لقاء من مدرب اللي هو مفروض ليه حق ان هو يتكلم معاه؟ والانقح ان القنوات بتجيب ده لايف، تقول لك بص كده اجواء الماتشات وحلاوه الماتشات وبعد الماتش وفرحانين بيه جدا. رئيس النادي اللي هو بره بيبقى ليه حته كده محدده في الاستاد بتاعته، تلاقيه مثلا قاعد بيسقف كده بالشياكه اللي هو لو زعل تلاقيه مثلا بيعمل كده شت وبتاع اللي هو، ولو سمعنا انه خد قرار بيبقى غالبا القرار ده متاخد ونزل خلاص ما بنشوفوش بقى هو بيقوله. هنا رئيس النادي مختلف تماما، يعني بيطلع زي اللعيبه بالظبط مع المراسلين برضو بيشدوه وبتاع، وبيرفض المدرب علني. انا برفض المدرب ده عشان ما لعبش بالخطه اللي انا حاططها. ايه التفاهه دي؟ الحكام بقى حاجه تجنن. ممكن عادي جدا نعمل من فيديوهات الحكام دي برنامج عجائب وطرائف. بتفرج صدفه لقيت الجون طلع صد الكره بايده من بره منطقه ال18 بكتير، كان داخل على نص الملعب. الحكم ما حسش باي حاجه غريبه، يعني قال لك ده جون لابس جوانتي، يعني جون لابس جوانتي اكيد هيسيب يلعب بايده. سيبكوا بقى من الحكم اللي ما خدش باله تماما وان الفرقه طبعا دارت على الجون بتاعها. الاغرب ان ال11 لعيب اللي بيلعبوا قدامهم والدكه كلهم بتاعت الفرقه الثانيه محدش خد باله، يعني محدش اعترض، الموضوع عدى عادي. دوره رمضانيه يا باشا. اساس اصلا الدوري ده يا باشا بايظ. اقول لك ليه؟ خارج مصر الدوريات كلها متقسمه الى مناطق، يعني انت بتتولد بتشوف انت ساكن فين، وعلى حسب ابوك وامك بتشجع النادي اللي جنب بيتكم. عشان يخلي اي نادي ليه جمهور ساكن جنبه ويقدر يروح الماتشات اللي جنب بيتهم على طول. تلاقي الواد مثلا اتولد في مدريد هيشجع يا ريال مدريد يا اتلتيكو مدريد، ما ينفعش بقى يشجع برشلونه. واد طلع بيشجع ليدز في دوري درجه ثانيه في انجلترا هيفضل يشجع ليدز اللي في دوري الدرجه الثانيه في انجلترا. دوري درجه ثانيه ثالثه رابعه كلهم هتلاقيهم ليهم فعلا جمهور بيشجعهم لان هي مناطق. عشان كده لما تروح لهم اي ماتش في اي درجه في الاستاد تلاقي ان الملعب مليان على اخره. هنا الدنيا بزرميتي يما، يا اهلي يا زمالك. بعد كده نيجي للفرق اللي فيها امل شويه من الجماهير زي الاسماعيلي زي الاتحاد زي الغزل. بقيه الدوري بقى شركات، يعني مثلا تلاقي نادي انبي، مين اللي هيتجمعوا دول ويروحوا يشجعوا انبي في الاستاد؟ هل مثلا مدام منى هتسيب مثلا الحسابات وتاخد عيالها وتروح تتفسح وتشجع نادي انبي قدام مثلا بترول اسيوط؟ الشرطه لا مؤاخذه يعني في مثلا ضابط محترم بشنب كده هيصحى الصبح يقول لاولاده يا اولاد يلا احنا رايحين نشجع نادي الشرطه في الاستاد النهارده؟ مفيش. حتى اختيارك للاهلي والزمالك بيبقى غالبا ليه علاقه بالحج، يعني بتشوف ابوك بيشجع مين وهتختاره، اصل مش معقوله يعني هتنكد على الحاج وهو بيتفرج. في ناس بتغير طبعا شخصيتها قويه بس ده قليل، وبيبقى في كده مشاعر مش حلوه في البيت. ليه مش شايفين دوري نظيف يا جماعه؟ يا عم والله ما عايز اقارنك باوروبا، هقارنك بالامارات بالسعوديه. بص ما شاء الله الدوري بتاعهم بقى عامل ازاي؟ تصوير ايه؟ اخراج ايه؟ استوديوهات عامله ازاي؟ لما فيفا قررت تاخد دوري خدوا دوري من السعوديه. ما كنتش بهرج لما قلت ان ده اكتشاف رياضه جديده في مصر، لان دي يا جماعه ما هياش كوره. احنا كمصريين وجمهور بنحب الكوره قوي كده ومستنيين نتفرج على اي ماتش يمتعنا، نستحق حاجه احسن من كده. نستحق نشوف دوري بجد متنظم صح، دوري محترفين زي ما بيقولوا بره، اللعيبه كمان اللي بتلعب تستحق ده. ده كان رايي، ولو متفقين معايا يا ريت تقولوا لي في الكومنتات، وقولوا لي شايفين ايه تاني ممكن يتغير عشان يبقى دوري محترفين بجد. ولو الحلقة عجبتك اعمل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب دوس سبسكرايب ودوس على المنبه ده عشان يجيلك الحلقة اول باول. وكفاية رزعة قوي لحد هنا.